قبل ما يصدر قرار او اسم بقى اعلان اسم الجهاز الفني الجديد، ناس كتير كانت بتتكلم هو هيبقى مصري ولا مش هيبقى مصري، طب هو لو مصري يبقى احسن ولا لو اجنبي يبقى احسن. خليني بصراحه اعرف من حضرتك، توقعت في البدايه ان هو هيبقى اسم مصري ام لا؟ ولما تم الاعلان عن كارلوس كيروش برضو وجهه نظر حضرتك كانت ايه؟ هي بص حضرتك، هي مصري او اجنبي هي بتعتمد على القرار مين اللي هياخده، هي دي المشكله. وغير كده حضرتك، في كتير جدا مدربين كويسين في مصر ومصريين كويسين جدا، انما بيحصل تضارب بين الاراء مثلا في كل حاجه، يعني نختار ده، طب نختار ده، ده هيجي مع مين، ده هيجي مع مين، فكل الحاجات دي بتحط في الحسبان طبعا. فكان القرار اللي هو يجيبه الراجل مدرب كيروش، انا شايف على الورق ان هو السي في بتاعه كويس جدا حقيقه يعني، انما هنشوف بقى الايام اللي جايه هيحصل ايه في المباراه الجايه، واول مباراه لينا في اكتوبر مع المنتخب الليبي في ليبيا، شهر طبعا شهر من دلوقتي، شهر بالظبط كده. فان شاء الله ده اللي هيبان مستوى المدرب ومستوى الناس، انما انا شايف ان التغيير كان لازم يكون مطلوب وكان لازم يجي مدرب اذا كان بقى مصري او اجنبي. ده القرار بس بتاع كان لابد من التغيير من وجهه نظر حضرتك. طيب.